حبيبة قلبي عاملة ايه؟ لازم نعمل فوت ستيشن. شو؟ انت برأيك ما كان لازم تخبرنا عن الدعاية؟ ياسمين ايه؟ مش واثقة فيها ولا ايه؟ حبيبي انت بتعرف كثير منيح انه انا بوثق فيك وبلاك بتضيع، بس انا كل اللي كنت طالبته منك بس انك تيجي تخبرني. حاسه حالي مجرد اداه ماريونيت ولا شيء. وايه المشكله؟ طالما موجود اللي بيخطط لك وبيفكر لك، انت عايزه ايه تاني؟ انت مش مطلوب مني غير حاجتين اتنين بس، انك تهتمي بانوثتك وبجمالك. يعني بعدك تشوفني حلوه؟ وعمري ما شفت اجمل منك ولا هشوف، طول عمري زي القمر. وبعدين تعالي نحسبها، اعلان 30 سنه على الشاشه، هتلبسي عقد واسوره مدفوع لك فيه مبلغ كبير. ليه؟ انا اقول لك ليه. واحد، عشان زي القمر. اتنين، عشان جو بيخطط صح. انا عارفه انك بتخطط صح، بس انت كتير مغير معي، صار كل همك البزنس وبس. شو؟ انت كتير صاير غريب عني. هي دي فعلا مشكلتي، لما بكون مركز في الشغل بنسى اكل بنسى اشرب، لكن انساكي نيفر، عمري ما نسيتك. وانت علي هنا انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانك. معك حق حقيقي، كل شيء عم تعمله عشاني وعشانك وعشان ولادنا بالمستقبل، ما هيك؟ هيك حبيبتي، عشان ده كلنا. يعني بعدك بتحبني؟ لا طبعا، بعشقك وبعشق البزنس. سوري يا حبيبي. الو مستر دياب.